التقت معالي رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان بسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العصومي رئيس البرلمان العربي الذي يزور العاصمة الأوزبكية طشقند. وخلال اللقاء أشادت معاليها باهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة تليق بها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، مضيفة أن ما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم يعكس قيم المساواة والعدالة التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، مما جعل مملكة البحرين تمثل نموذجا يحتذى به في مجال تمكين المرأة وإدماجها في مسارات العمل التنموي.